الشخص الإيجابي يعمل، يبذل، يجتهد، لا يتوقف، لا بد من جهد بدني، لا بد من خطوة إلى الأمام، كل شيء له سبب، لا بد من عمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة، أرحب بكم أجمل الترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. في سؤال مطروح تم طرحه في الأكاديمية اليمنية للنحال اليمني، وسؤال وجيه جدا حول لماذا أشاهد النحل يموت أسفل الخلية، فكان هناك سبب وجيه جدا لم يتطرق إليه أحد من الإخوة الدكاترة أو المهندسين فيما مضى أو لم يطرح من قبل، وهو تدوير البروتين. يا ترى ما هو تدوير البروتين؟ وماذا يعني تدوير البروتين؟ وكيف يتم تدوير البروتين داخل الخلية؟ وما هي نتائج تدوير البروتين على النحل؟ محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل أبو مازن الأهنومي من اليمن، تكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنت سألت يا أبا محمد أن عندك ظاهرة أن فيه موت في النحل، وما في أسباب ظاهرة لوجود مرض ولا شيء، وهذا الأمر يا أبا محمد أمر طبيعي جدا. ما تفسيره؟ تفسيره كالتالي: صاحب المنحل الثابت الذي لا يبحث عن المراعي باستمرار لابد أن تمر عليه أوقات تنقطع فيها المراعي، فمنهم من يلجأ للتغذية البديلة، ومنهم من يترك النحل كما هو بدون تغذية. ففي مثل هذه الفترة النحل مر عليه شهر واحد، شهر 12، شهر واحد، نصف اثنين، يعني في فترة شح وفي فترة برد وتراجع، حتى النحل يتراجع في التحضين إن لم ينعدم التحضين فإنه يتراجع إلى الحد الأدنى جدا جدا. في هذه الحالة نسبة النحل الكبير في السن بتكون أكثر من نسبة النحل الصغير في السن، لأن النحل الصغير في السن لا يتجاوز عدد الحضنة أو بقع الحضنة التي تكون في جزء من الإطار أو جزء من القرص، في قرص أو قرصين. طبعا نتيجة لقلة الأعباء في مثل هذا الوقت، في مثل وقت التشتية أو في مثل وقت الركود، في مثل هذا الوقت قلة الأعباء بيؤدي إلى أن النحل لا ينفق بسرعة، لأن ما في سروح، ما في جلب مرعى، ما في حبوب لقاح، ما في جلب رحيق، ما فيها جلب مياه، يعني كان عنده مخزون من العسل كان يكتفي بالقدر، بأقل قدر يقسم على أفراده كل يوم شيء معين لكي يبقى إلى الحياة إلى أن تتهيأ الظروف بالنسبة له إلى الانطلاقة. فمر بهذه المرحلة النحل، وصل إلى اليوم أو هذا الأسبوع، بدأ الجو يتغير والمناخ يعتدل، وبدأت ملامح الانطلاق تظهر على الطائفة، فبدأت الملكة تضع بيض أكثر من الذي كانت تضعه. وهذا وأنا سألتك في السؤال هل بدأت تضع بيض الملكات تضع بيض أكثر مما كانت تضع،
قلت لي نعم، قلت لك ومع أن المرعى ما زال شحيح وقلة حبوب اللقاح ما زالت موجودة قليلة حبوب اللقاح، قلت نعم. إذن الذي حصل ما هو؟ الذي حصل أن الجو تهيأ للتحضين، وبالتالي الملكة استعدادا لموسم الانطلاق، لأني تستشعر الملكة يا شباب يا شباب يا شباب، النحل من أقوى مراكز الأرصاد في الكرة الأرضية. النحل يتنبأ بما سيحصل بعد كذا كذا من الأيام، ويعرف أنه ستحصل الآن أمطار، وسيحصل قبلها وسيحصل معها الخير، وسيأتي معها المرعى وحبوب اللقاح وغيره. فهو يضع، فالملكة تنطلق في وضع البيض، لكن الداخل من حبوب اللقاح قليل، والمخزون أيضا من حبوب اللقاح قد يكون منعدم تماما في الخلية. وتريد أن تستقبل الملكة موسم الانطلاق بجيل ولو قليل، بس تنطلق بجيل جديد عادوا في بداية عمره، لأن أغلب النحل مستهلك. النحل في الطائفة نحل مستهلك، العمر منتهي، عمره كبير، مر عليه شهرين وثلاثة وأربعة أو ثلاثة على الأقل إذا كان جاء عدى في موسم الخريف، فعمره 3 أشهر أو شهرين ونص، يعني في نهاية العمر. فتضع النحل الملكة البيض، فمن أين سيغذيه بالبروتين هذا النحل؟ من أين سيحصل على غذائه البروتيني؟ سيحصل على غذاء البروتيني من أمرين اثنين، يا إما من العجينة، إذا كنت قد وضعت عجينة سيأخذ حاجته من البروتين من هذه العجينة ويتوسع. إذا ما فيش، فالنحل يضطر إلى عملية ما يسمى بتدوير البروتين. معروف إن نحلة الشتاء غير نحلة الصيف. نحلة الشتاء تكون قد خزنت في الخريف في جسمها في مجيلين، لا نذكر مصطلحات أجنبية، نقول خزنت في جسمها أجسام دهنية. هذه الأجسام الدهنية تعود هذه النحلة في استخدامها لتعمل عملية تدوير للبروتين، يعني تدور هذه البروتين هذه الدهون وتحولها إلى بروتين لتغذية الحاضنة الجديدة التي وضعتها الأم الملكة. فاستهلاك النحل لأجسامها الدهنية في عملية تدوير البروتين من أجل تغذية الحضنة، الجيل الأول الذي سيخرج من أجل تغذية الحضنة، هذا بيستهلك عمر النحلة تماما. فيجد النحال إنه عندي الآن بدأ النحل في الانطلاق صح، وعندي بدأ التحضين أكثر مما كان، يعني كانت بقعة في قرص، أصبحت تتوسع هذه البقعة، وربما من قرص إلى قرصين أو طارين، أصبحت تتوسع رقعة الحضنة. ولكنني أشوف موت، الموت هذا ناتج عن عملية تدوير البروتين من أجسام النحل الكبير في السن، من أجسامه الدهنية، تحويل هذه الأجسام الدهنية إلى بروتينات بسيطة من أجل تغذية الجيل الأول الذي سيستقبل الانطلاقة الربيعية. فهذا هو التفسير العلمي. شوف في الأوروبيين إيش بيعملوا؟ بيستبقوا موسم الانطلاق بعشرين يوم أو شهر أحيانا، يعني تجد إن عاد الثلوج موجودة عندهم بقوة، وتجدهم يغذوا تغذية صادمة، هم سموها تشك فيدنج، يعني تغذية صادمة.
هذه التغذية تعمل على تنشيط الملكات على وضع البيض مبكرا، ويتركوا للنحل عملية تدوير البروتين داخل الخلية. فما ينتهي موسم الثلج بعد 20 يوم أو حتى شهر، تبدأ يعني تبدأ أول زهرة عندهم، إلا وقد خرج جيل جديد، جيل يستقبل هذا الربيع. فهم يعملوا تغذية صادمة لكنها تغذية مركزة وكثيرة، يعني يعملوا 2 سكر إلى 1 ماء وبكمية عالية، إذا كانت 10 أقراص يعطيها 2 لتر دافية، مضاف إليها بعض الفيتامينات أو بعض مستخلصات الأعشاب. فتبدأ الملكات فورا في رش البيض ظنا منها أن الربيع قد بدأ، ويبدأ النحل الكبير في السن الذي هو أصلا مستهلك سيموت. فبدل أن يموت هباء، نحن نستغله، نجعل نضطره إلى أن يشتغل على أجسامها الدهنية، اللي ما الدهون اللي ما زالت في جسمه، ويحولها إلى بروتين في عملية تسمى عملية تدوير البروتين، ويغذي هذه الحضنة الجديدة، لأن هذه الحضنة الجديدة بعد 20 يوم ستفقس لتستقبل هي موسم الانطلاق، ولا يحصل عندي انهيار في بداية موسم الانطلاق. فهم هكذا بيعملوا في كندا، في أمريكا، في المناطق الثلجية، في روسيا. فهذا هو التفسير، إن شاء الله أن أكون قد استطعت أوصل لك وللإخوة جميعا المعلومة. الآن إذا شفتوا موت في النحل لا تستغربوا كثيرا، غذوا نحلكم فقط، غذوا نحلكم. إذا كان في حبوب لقاح كان بها ونعمة، ما فيش غذوا نحلكم، أعطوه تغذية بروتينية، وأعطوه تغذية سكرية وفيها جرعة عالية من الفيتامينات. ركزوا على الفيتامينات، سواء فيتامين سي أو الفيتامينات المتنوعة، هو النحل بحاجتها في مثل هذا الوقت وبقوة.